نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في صفحة 44 على طبعتي قبل نهاية الصفحة بثلاثة أسطر قال: وغير المتصف مما مر قسمان. تبدأ من هنا إلى قوله: وقال التاج الفزاري. هنا لا تقرأ، تقف هنا. نعم، تفضل أستاذ عبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشيخ علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقافي الشافعي المكي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طالب الشافعية، قال رحمه الله تعالى: وغير المتصف مما مضى قسمان، متفقه وغيره. فالمتفقه لا يجاوز ما علمه عملا في حق نفسه وإرشادا لغيره، ولا نظر له في راجح ولا مرجوح، وللعامي الاعتماد على قوله إن غلب على ظنه أنه قد أدرك ذلك الحكم الذي قاله. وغير المتفقه قسمان: عامي ملتزم مذهبا، أي صح التزامه له، فهذا لا يعمل إلا براجح مذهبه سائلا عن ذلك من تأهله، ويحرم إفتاءه بالمرجوح وعمله هو به إن لم تقتضي ذلك حاجة أو مسألة. وعامي لم يلتزم مذهبا أصلا كغريب عهد بالإسلام، لم يعرف المذاهب ولم يترجح عنده منها شيء بنحو التسامع، فهذا عليه العمل بها، فهذا عليه العمل بما أختار به عالم إن اتخذ. فإن اختلف عليه عالمان مختلف المذهب خير في العمل ما شاء منهما، كما يخير ذو المذهب في قولي إمامه عند فقد المرجحات، وكما يتخير العامي المتزم مذهبا في العمل بجوابي عالمين من أهل مذهبه حيث استويا عنده. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: وغير المتصف مما مر قسمه متفقه وغيره. مر معنا أن الناس على ست مراتب: مرتبة الأولى مجتهد مطلق، وهذا مجتهد مطلق لا يجوز له التقليد. مرتبة الثانية مجتهد مقيد بأصول إمامه. مر معنا أنه إذا ترجح عنده رأي، هذا الرأي مرجوح عند إمامه، فله أن يعمل به في خاصة نفسه، لكن ليس له أن يقضي به. هل له أن يفتي به؟ تفصيل ذكرناه قبل الظهر. مرتبة الثالثة المجتهد الذي عرف راجح إمامه من مرجوحه، ويسمى مجتهد الفتوى. مر معنا أيضا في الظهر أنه لا يقضي ولا يفتي إلا بمعتمد مذهبه، إلا لمصلحة عامة أو حاجة. انتهينا من ثلاث مراتب. مرتبة الرابعة متفقه لم يبلغ مرتبة الثلاثة الأول. هذا المتفقه ما الحكم فيه؟ قال: فالمتفقه لا يجاوز ما علمه، بل يقتصر على ما تعلمه، على ما علمه فقط، لا يجاوز ذلك. قال: لا يجاوز ما علمه عملا في حق نفسه وإرشادا لغيره، ولا نظر له في راجح ولا مرجوح. يعني ليس له أن ينظر
هذا راجح هذا مرجوح، هذا متفقه لم يصل إلى مرتبة يستطيع أن يرجح بين أدلة الأقوال، لا نظر له في راجح ولا مرجوح، بل يقتصر على ما هو مذهبه مما تعلمه. قال: وللعام الاعتماد على قوله، يعني إذا جاء عام يسأل فهذا المتفقه قال له مذهب الشافعية كذا وكذا، واضح؟ فهل للعام أن يعتمد على قول هذا المتفقه أو لا؟ قال: نعم، للعام أن يعتمد على قوله إن غلب على ظن العام أنه أدرك هذا الحكم، أي أن هذا المتفقه أدرك هذا الحكم. فقال هنا: وللعام الاعتماد على قوله إن غلب على ظنه، أي على ظن العام أنه، أي أن المتفقه قد أدرك ذلك الحكم الذي قاله، واضح؟ هذه المرتبة الرابعة. ثم قال: وغير المتفقه قسمان، إما عامي ملتزم لمذهب، عامي يلتزم المذهب الشافعي، عامي يلتزم المذهب المالكي، عامي يلتزم المذهب الحنبلي أو الحنفي، أو عامي لا يلتزم مذهبا. قال: وغير المتفقه قسمان، عامي ملتزم مذهبا أي صح التزامه له، فهذا لا يعمل إلا براجح مذهبه، لا يعمل إلا بالمعتمد في مذهبه الذي التزم تقليده. سائلا عن ذلك، أي كيف يعرف معتمد المذهب؟ يسأل عن ذلك من هو أهل للإجابة، سائلا عن ذلك من تأهل له. ويحرم، انتبه، ويحرم إفتاؤه بالمرجوح، يحرم أن تفتيه بالمرجوح إلا على سبيل الإرشاد كما تقدم قبل قليل، فتقول له مثلا: معتمد مذهبك كذا وكذا وكذا، لكن يوجد رأي آخر في مذهب الإمام فلان، إذا أردت أن تقلده فإن التقليد يسعك. فهمت ولا لا؟ يأتيك عامي على سبيل المثال يقول لك: أنا أحتاج إلى الزبل، الزبل هذا الروث الذي يستعمل في الأرض من أجل زراعتها، روث الحيوانات، هل يجوز لي أن أشتري هذا الزبل أو لا يجوز؟ على مذهب الشافعي، هو شافعي المذهب، تقول: لا يصح شراء هذا الزبل على مذهبك، أي مذهب الشافعية، يسمى زبل ويسمى سرجين ويسمى روثا، واضح؟ لا يصح أن تشتري هذا على مذهب الشافعية لأنه نجس، إذ أن عند الشافعية كل الأرواث نجسة، من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم، لكن انظر، لكن لك أن تقلد مذهب مالك القائل إن روث ما يؤكل لحمه طاهر، فإن أردت تقليده فالأمر يسعك. إذن لا تبدأ بإفتائه بما هو مرجوح في مذهبه، الأصل أن تبين له معتمد المذهب، ثم لك أن ترشده إلى رأي آخر. فهم؟ انظر ماذا قال: وغير المتفقه قسمان، عامي ملتزم مذهبا أي صح التزامه له، فهذا لا يعمل إلا براجح مذهبه، سائلا عن ذلك من تأهل له، ويحرم إفتاؤه بالمرجوح وعمله هو به إن لم تقتضي ذلك حاجة أو مصلحة، إلا إن اقتضت حاجة أو مصلحة فله أن يعمل كما مر معنا، تمام، في الصباح. وعامي لم يلتزم مذهبا أصلا، لم يلتزم مذهبا أصلا، مثل قال: كقريب عهد بإسلام، لم يعرف المذاهب ولم يترجح عنده منها شيء بنحو التسامح، يعني لم يسمع مثلا أن المذهب الفلاني أفضل من المذهب الفلاني وأن المذهب الفلاني أفضل، فلم يخطر على باله أن يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة، وهذا شأن كثير من الناس اليوم، يقول: نحن لا ندخل في معمعة المذاهب، واضح؟ قال: فهذا ما حكمه؟ فهذا عليه العمل
بما أفتاه به عالم إن اتحد. يعني لو سأل عالما يثق في علمه ويثق في دينه فأفتاه بفتوى، فالأصل أن يلتزم بفتوى ذلك العالم. هذا إذا سأل عالما واحدا. فإن سأل أكثر من عالم فإما أن يتفق فالعالم الأول يجيبه بنفس الجواب الذي أجابه به العالم الثاني. واضح ولا لا؟ فالأمر واضح. إن اختلف يتخير بينهما، إن شاء أخذ بجواب العالم الأول أو أخذ بجواب العالم الثاني. فقال هنا: وعامي لم يلتزم مذهبا أصلا كقريب عهد بإسلام لم يعرف المذاهب ولم يترجح عنده منها شيء بنحو التسامع، فهذا عليه العمل بما أفتاه به عالم إن اتحد. فإن اختلف عليه عالمان، فاختلاف العالمين قد يكون من مذهبين مختلفين، يعني عالم شافعي أفتاه بفتوى، عالم مالكي أفتاه بفتوى أخرى، وقد يكون اختلاف العالمين من نفس المذهب، عالم شافعي أفتاه برأي، عالم شافعي أفتاه برأي آخر، في الحالتين يتخير، هنا أو هنا يتخير. فقال هنا: فإن اختلف عليه عالمان مختلفا المذهب خير في العمل بما شاء منهما، كما يخير ذو المذهب في قولي إمامه عند فقد المرجحات. يعني من كان صاحب مذهب ملتزم لمذهب، هذا عود للقسم الذي قبله، إذا اختلفت أقوال إمامه ولم يوجد مرجح فله أن يختار ما شاء. قال: وكما يتخير، هذه مسألة أخرى، وكما يتخير العامي الملتزم مذهبا في العمل بجوابي عالمين من أهل مذهبه حيث استويا عنده. عامي ملتزم لمذهب أجابه عالمان من نفس مذهبه بجوابين مختلفين، له أن يتخير بين هذا وذاك. ومن أمثلة ذلك وكثيرا ما نسأل عنه، يقول قائل: إذا اختلف ابن حجر والرملي فرأي من أعتمد؟ إن شئت جريت أو عملت برأي العلامة ابن حجر أو برأي العلامة الرملي، هذا سهل وهذا سهل، هذا سائغ وهذا سائغ. فهم؟ هذا حكم من كان عاميا، سواء كان عاميا ملتزما لمذهب أو كان عاميا غير ملتزم لمذهب. إذا تقرر هذا فإن هذا المبحث من أهم مباحث الكتاب، بين لك طبقات الناس وبين لك الحكم في كل طبقة، المجتهد المطلق ما حكمه، المجتهد المقيد ما حكمه في عمل النفس، ما حكمه في القضاء، ما حكمه في الإفتاء، مجتهد الفتوى الذي يعرف راجح مذهبه ما حكمه أيضا في عمل النفس في الفتوى في القضاء، المتفقه قال لك يلتزم معتمد المذهب، له أن يقلد مذهبا آخر لكن ليس له أن يقول هذا الراجح وهذا المرجوح، لا نظر له في راجح ومرجوح، هذا المتفقه. العامي قسمان: عامي ملتزم لمذهب، هذا لا يفتى إلا براجح مذهبه إلا لمصلحة أو حاجة فيرشد إلى غير مذهبه بعد بيان راجح مذهبه. عامي غير ملتزم لمذهب فهذا فتواه أو حكمه ما أفتاه به عالمه الذي استفتاه إن اتحد العالم، فإن اختلف العالم فله أن يأخذ برأي من شاء منهما. تستطيع أن ترسم هذا في لوحة كبيرة وتستحضر هذا في ذهنك حتى يثبت فيه، وإذا تقرر هذا عندك تعلم مدى انضباط الفقهاء في ترتيب مراتب الناس وبيان كل مرتبة وبيان الحكم في كل مرتبة، وتعلم الفوضى التي نعيشها كثيرا خاصة في باب الإفتاء، فكل يرجح بما يراه هو أنه راجح وكل يفتي بما شاء أن يفتي. واضح؟ فهناك انفصام كبير
بين ما هو موجود في الكتب وبين ما نراه في واقعنا. قال هنا: وقال التاج الفزاري. هذا مبحث جديد، كان الأولى أن يضع له عنوانا. هذه المسألة يمكن أن تضع لها عنوان خاص: هل يجوز للعامي أن يقلد العالم بمجرد الفعل أو لا بد من القول؟ يعني رأيت عالما من العلماء يفعل فعلا ما، هل مجرد رؤيتك، هل مجرد أن ترى العالم يفعل ذلك الفعل لك أن تقلده بذلك الفعل، أو الذي يقلد هو القول فقط دون الفعل؟ خلاف. من العلماء من قال الذي يقلد هو القول فقط، من العلماء من قال يقلد العالم في قوله ويقلد العالم في فعله أيضا. هذه مسألة جديدة. تفضل. أحسن الله إليكم. وإليكم. وقال التاج الفزاري: إذا رأى التاج العالم يفعل شيئا لم يجزه تغييره في فعله بمجرد كونه فاعلا له. قال ابن قاسم: وقد يخالفه ما مر من انعقاد الإجماع بالفعل، والفرق بين فعل الكل وفعل البعض فيه نظر. انتهى. والأحاديث الصحيحة تؤيد ما جنح إليه ابن قاسم كحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث أمني جبريل عند البيت وغير ذلك. انتهى. قال زيد عمر: نعم. في الحاشية نقل. نعم، هنا هنا هذه مسألة جديدة. أحسنتم. قال رحمه الله: لو أنك تكتب عناوين المسائل حتى تفصل كل مسألة عن التي بعدها، في الكتاب لم يبين هذا، هذه مسألة مستقلة، ما بعدها مسألة أخرى. قال: وقال التاج الفزاري: إذا رأى الجاهل العالم يفعل شيئا لم يجز له تقليده. هذا جواب السؤال، هذا الرأي الأول. إذن لا تقليد بمجرد أن ترى العالم يفعل فعلا، بل التقليد في فتي العالم، في قول العالم لا في فعله. قال: إذا رأى العالم، إذا رأى الجاهل العالم يفعل شيئا لم يجز له تقليده في فعله بمجرد كونه فاعلا له. هذا الذي قاله تاج الدين الفزاري. تاج الدين الفزاري هو المعروف بابن الفركاح، كان في عصر الإمام النووي رحمه الله، متعاصران. هذا الذي قاله تاج الدين الفزاري رحمه الله هو الذي يدل عليه ظاهر كلام إمام الحرمين في الورقات، حيث قال: إن المقلد يقلد المفتي، إن المستفتي يقلد المفتي في الفتيا. في الفتيا إشارة إلى محل التقليد، أنه يكون في الفتوى لا في الفعل. ولذلك في شرح الحطاب على الورقات، الحطاب الرعيني من فقهاء المالكية، قال ما نصه في شرح قرة العين، قال: إنما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الأفعال، فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجز له تقليده حتى يسأله، إذ لعله فعله لأمر لم يظهر عند المقلد، ربما العالم فعل ذلك الأمر لشيء ما ليس واضحا، ليس ظاهرا عند المقلد. إذن هذا الرأي أكثر احتياطا. قال ابن قاسم العبادي: وقد يخالفه، أي قد يخالف كلام تاج الدين الفزاري، ما مر من انعقاد الإجماع بالفعل. أليس في انعقاد الإجماع قد يكون الإجماع حاصلا بالأقوال، وقد يكون الإجماع حاصلا بالأفعال، وقد يكون حاصلا بقول البعض وفعل البعض؟ قال: كما أن الإجماع يحصل بالأفعال، هذا يدل على أن من رأى عالما يفعل فعلا فله أن يقلد، لأن الفعل معتبر في انعقاد الإجماع فليعتبر أيضا هنا. واضح؟ هذا كلام العلامة بن قاسم. ثم أجاب عن إيراد جوابا إجماليا، لأنه قد يورد عليه بأن في الأفعال إنما ساغ اعتبار الأفعال لأنها أفعال الكل، وهنا نتكلم عن فعل
فعل البعض. انظر ماذا قال: والفرق بين فعل الكل وفعل البعض فيه نظر. واضح؟ يعني استبق الإجابة على الإيراد، يعني كأنه يقول لا تورد علي هذا لأن الفرق في نظر. في ظني أن الفرق مؤثر ليس فيه نظر، لأن فعل الكل محتج به لكن فعل البعض ليس حجة، فالفرق مؤثر. وأيد صاحب الكتاب المؤلف العلامة السقاف أيد كلام ابن القاسم العبادي فقال: والأحاديث الصحيحة تؤيد ما جنح إليه ابن قاسم كحديث صلوا كما رأيتموني يصلي، فجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. نقول هذا فعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي لا يقاس به فعل العالم، لأن العالم قد يفعل شيئا سهوا، قد يفعل شيئا مكرها، قد يفعل شيئا متأولا. واضح أو لا؟ فلا نقول للعالم قال رأيته يفعل كذا افعل مثله. فقال هنا: وحديث أمني جبريل عند البيت، أيضا هذا الحديث فعل المعصوم. واضح؟ فلا يلحق به فعل غيره. ولذلك في ظني والله أعلم أن ما قاله تاج الدين الفزاري رحمه الله، وهو ظاهر عبارة إمام الحرمين في الورقات، وهو كلام صاحب قرة العين الحطاب، أولى بالاعتبار أن العامي إنما يقلد المفتي في الفتيا، أي في القول لا في الفعل، فإذا رآه يفعل فعلا لا يقلده في ذلك الفعل حتى يسأله ما مستند هذا الفعل، فإذا قال له في مذهبنا جائز فله أن يقلده وإلا فلا. واضح؟ نعم. مسألة جديدة، هذه المسألة يمكن أن تعنون لها بعنوان، وهو: إذا فعل العامي عبادة أو معاملة بلا تقليد ووافقت مذهبا معتبرا، هل تصح أو لا تصح؟ واضح؟ عامي فعل عبادة ما دون أن يقلد المذهب الذي يجوزها، نفترض مثلا أحد العوام ما يعرف شيء في الفقه إلا أشياء صورية، يعني توضأ يصلي جزا الله خير، هذا العامي الذي لا ينتسب مثلا شافعي مالكي، ما يعرف تفاصيل مذهب الشافعي، تفاصيل مذهب المالكي، تفاصيل الحنفي، تفاصيل الحنبلي، ما عنده، توضأ يوما من الأيام ومسح هكذا مسح شعره فقط وصلى، قلنا له أنت مسحت بعض شعرة؟ قال نعم. وضوءك يصح؟ قال ما أدري. قلدت أحدا؟ قال ما قلدت أحدا. هل نحكم على وضوئه بالبطلان أو لا؟ أو هل نحكم عليه بالبطلان لأنه لم يقلد من جوز الوضوء بهذه الصورة الذي هو الشافعي؟ أو نقول لا نحكم عليه بالبطلان لأن فعله وافق مذهبا معتبرا؟ فهمتم الصورة هنا؟ ألخص لكم الخلاف قبل أن يقرأ الأستاذ عبدان. عند الشيخ بن حجر نحكم على المذهب، نحكم على العبادة بالبطلان. لماذا؟ قال: لأن حصول عبادة بدون تقليد صحيح عبث. أن يفعل الإنسان المكلف عبادة، هذه العبادة تصح على مذهب مثلا دون أن يقلد ذلك المذهب تقليدا صحيحا، هذا الفعل عبث غير معتبر في الشرع. عند الشيخ بن حجر هذا الوضوء لا يصح. رأي الثاني عند ابن زياد الفقيه اليماني، قال يصح لكن مع الإثم. طبعا عند الشيخ بن حجر لا يصح وهو آثم. لا يصح واضح لما عللتم أن إقدامه على فعل العبادة بدون تقليد صحيح عبث، هذا تعليل عدم الصحة. يأثم لماذا؟ لأنه تلبس بعبادة فاسدة، والتلبس بعبادة فاسدة حرام. هذا عند الشيخ بن حجر. طيب عند ابن زياد، ابن زياد قال العبادة تصح لأنها وافقت مذهبا معتبرا، جميل.
يأثم؟ قال نعم يأثم. لماذا يأثم؟ قال لأنه ترك التقليد الواجب عليه، إذ أن التقليد واجب على العامل. إذن هو يأثم لترك التقليد وإن صحت عبادته. ونفس الكلام الذي نقوله في العبادة سنقوله في المعاملة. فهم؟ أيوة. العلامة الشبرملسي أيد كلام ابن زياد وقال إن العامل إذا صدرت منه عبادة أو معاملة فوافقت مذهبا معتبرا صحت، وإن أثم على ترك التقليد. وسأقرأ بعد قليل عبارات هؤلاء العلماء حتى نعزز هذه المسألة، لأنها مسألة يحتاج إليها كثيرا. نعم تفضل أستاذ عبدان. صلى الله عليكم. قال رحمه الله رحمه واسعه، قال سيد عمر في الحاشيه نقلا عن فتاوى ابن زياد: ان العاميه اذا وافق فعله مذهب امام يصح تقليده صح فعله وان لم يقلده توسعه على عباد الله تعالى. وان قالوا ان قولهم ان الفروع الاجتهاديه لا يعاقب عليها مقيدا العزي عن انتهى. أحسنتم. واضح الصورة؟ أين ذهب هذا؟ كيف نبدل هذا وكيف؟ قال السيد عمر، سيد عمر البصري له حاشية على تحفة المحتاج، واضح مطبوعة قديما. قال السيد عمر البصري في الحاشية، أي في حاشية التحفة، نقلا عن فتاوى ابن زياد: إن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده صح فعله وإن لم يقلده. هذا رأي ابن زياد توسعة على عباد الله تعالى. التوسعة من أي جانب؟ التوسعة من جانب صحة الفعل، لكن ليس من جانب عدم الإثم. قال: وإن قالوا أي الفقهاء إن قولهم إن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها مقيد بصورة العجز عن التعلم. يعني عندما يقول لك الفقهاء إن المسائل الاجتهادية الخلافية الاجتهادية ليس فيها عقاب، هذا محله في من كان عاجزا عن التعلم. من كان عاجزا عن التعلم لا يعاقب على الفروع الاجتهادية، بخلاف من أمكنه التعلم فهذا يعاقب. ولذلك هذا العام إذا كان يمكنه التعلم يعاقب إن خالف ما يجب عليه تعلمه. فإن كان يجب عليه، يعني إن كان يمكنه أن يتعلم أن التقليد واجب ومع ذلك لم يقلد التقليد الصحيح يأثم فيعاقب على ترك التقليد الصحيح. هذا كلام ابن زياد. انظر كلام العلامة الشبرملسي في حاشية النهاية في المجلد الثالث صفحة 318، يقول: كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة إذا فعله على وجه فاسد عند الشافعي صحيح عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيما مضى، أي فيما فعله في الماضي، وفيما يأتي، أي فيما سيفعله في المستقبل، فتترتب عليه أحكامه. فتنبه له، أي تنبه لهذه المسألة، ثم قال: وينبغي أن إثم الإقدام، أي إقدامه على ذلك الفعل على تلك العبادة أو المعاملة، وينبغي أن إثم الإقدام باق حيث فعله عامدا. إذن من حيث الصحة يقول يصح، لكن إثم الإقدام، إثم الفعل باق إن فعله عامدا. هذا كلام من؟ طيب، كلام العلامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. قال: من ارتكب ما اختلف في حرمته من غير تقليد أثم. ثم يقول في موضع آخر:
ولزمه إعادته لأن إقدامه على فعل ذلك عبث. هذا كلام الشيخ بن حجر. إذن يقول يأثم لأنه تلبس بعبادة أو معاملة فاسدة، واحد. اثنين، ولا تصح. ابن زياد وتبعه العلامة الشبراملسي ماذا قالوا؟ تصح من حيث الصحة ما دام أنه وافق مذهبا معتبرا، وإن أثم لترك التقليد الواجب عليه. انتهت المسألة. تأتي مسألة ثالثة، هو يتكلم على من الآن؟ على العامي. سؤال: من هو العامي؟ من هو العامي؟ الآن سيجيب على هذا السؤال. تفضل. وفي معدن اليواقيت. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفي معدن اليواقيت المتبعة العامي في عرفهم كل من لا يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة ولا يعرف ضرورها فيجوز له التقليد، بل يجب عليه التقليد بدليل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العالم الذي لا يبلغ رتبة الاجتهاد فهو كالعامي في وجوب التقليد. انتهى. استمر. ومن فتاوى السيد سليمان بن يحيى مفتي جرير عن بدر الإمام الحسين بن عبد الرحمن الأهدب بأن جميع أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرها مما لا يخالف الإجماع على الصحة والسداد إذا وافقوا إماما معتبرا على الصحيح. نعم. إلى أن قال: إلى أن يفدوا إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف. إلى أن قال: عن علامة أبي بكر بن أبي قاسم الأهدب وما أفتى به من أن العامية لا مذهب معين تكاد أن تتعين الفتوى به في حق العوام في هذه الأزمنة، وإن كان عن المتأخرين المصحح من أنه يجب عليه التزام مذهب معين، لكن من خبر حال العوام في هذا الزمان سيما أهل البوادي منهم جزم بأن تكليفهم التزام مذهب معين قريب من المستحيل، وبأن الفتوى ما أفتى به بدر الأهدب أنه لا مذهب للعامي معين كالمتعين والله المستعان. انتهى. ملخصا من فتاوى السيد سليمان. قال ابن العلامة عبد الرحمن بن سليمان: نحن لقلة معرفتنا بالأصول والدليل وغير ذلك عوام. انتهى. وفي فتاوى ابن حجر: الأصل أن العامية مخير بين التقليد ما شاء ولو مفضولا عنده مع وجود الأفضل ما لم يتبع الرخص، بل وإن تتبعها على ما قاله عز الدين وغيره، لأن إن قلنا كل مجتهد مصيب وعليه جمع فذاك، وإن قلنا المصيب واحد وغيره مأجور على اجتهاده وقصده الحق وهو المعتمد، فذلك الواحد منهم فيكفي اعتقاد العامي إذ يحتمل أن يصادف ذلك الحق، وأما قول العامي أن قطعه فلا يتصور حقيقة فعلم أن من عبر بالظن أو القطع فيما نظر أراد الصورة الحقيقة استحالة وجودها لغير المجتهد. انتهى. هذا كله كما علمت في الفروع الاجتهادية التي قيل كل مجتهد فيها مصيب، وإن كان صح أن المصيب فيها واحد. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: وفي معدن اليواقيت الملتمعة العامي في عرفهم، أي في عرف أهل العلم، كل من لم يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة، هذا عام. كل من لا يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة هذا عام. كونه يستنبط من خلال قواعد العلماء، من خلال ما قرر العلماء في أصول الفقه، يعني حكما أو حكمين أو أحكاما، هذا لا يخرجه عن كونه مقلدا. هو مقلد ما دام أنه ليس مجتهدا مستقلا، واضح؟ كما سيأتي في كلامه. ولذلك قال
كل من لم يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة ولا يعرف طرقها فيجوز له التقليد بل يجب عليه التقليد. من أين الوجوب؟ من الآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بسؤالهم، فإذا سألتهم وأجابوك فالتزم جوابهم. هذا هو التقليد. فالله عز وجل في الآية الكريمة قسم الناس إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى سائل ومسؤول. السائل هذا المقلد، والمسؤول هذا المجتهد. في قسم ثالث: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسمعوا، سائل مسؤول، المسؤول هذا المجتهد يحرم عليه أن يقلد، السائل هذا المقلد يجب عليه أن يقلد ويحرم عليه أن يجتهد. قال هنا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العالم، شوفوا، عالم قد يكون حافظا للفروع، قد يكون حافظا لقواعد الأصول، قواعد الفقه، قد يدرس كتب الأصول، كتب الفقه. قال: أما العالم الذي لا يبلغ رتبة الاجتهاد. وقلت لكم في درس ماض أن المراد بالاجتهاد عند الإطلاق والاجتهاد المطلق، أن العالم الذي لا يبلغ رتبة الاجتهاد فهو كالعام في وجوب التقليد. تقرر هذا، وهذا ظاهر من خلال ما قررناه في الصباح في المراتب، وظاهر من خلال ما سيأتي تقريره في الدروس القادمة، فإن الكلام لا زال متصلا بما سيأتي إن شاء الله. قال: وفي فتاوى السيد سليمان بن يحيى مفتي زبيد عن البدر الإمام الحسين بن عبد الرحمن الأهدل بأن جميع أفعال العوام، لاحظ هذا الكلام وقل لي هل يؤيد كلام ابن زياد السابق أو كلام ابن حجر السابق. قال: بأن جميع أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرها مما لا يخالف الإجماع على الصحة والسداد إذا وافقوا إماما معتبرا على الصحيح. هذا الكلام يؤيد قول من؟ زياد. وهؤلاء كلهم علماء زبيد، سيد الحسين الأهدل وسيد سليمان بن يحيى الأهدل، هؤلاء كلهم علماء زبيد، امتداد لمدرسة بن زياد. ولذلك هو أشار إلى الخلاف، قال على الصحيح، كأنه يشير إلى الرأي الثاني الذي هو رأي من؟ الشيخ بن حجر. نعم، واضح. إلى أن قال من هذا؟ العلامة الحسين الأهدل. قال: إلى أن قال: إلا، ليست إلى، إلا، تمام، إلا أن، إيش عندكم؟ يرشدوا، ضبطها هكذا: إلا أن يرشدوا، يرشدوا بالمبني المجهول، أي هؤلاء العوام يرشدهم المفتي إلى الخروج من الخلاف، يقول لهم هذا أفضل لكم خروجا من الخلاف، أخرج من الخلاف. قال: إلا أن يرشدوا إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف. وبعدين سيأتي لك المصنف بكلام حول قاعدة الخروج من الخلاف، متى تخرج من الخلاف، ما شروط الخروج من الخلاف، سيأتي في هذا الكتاب. قال: إلى أن قال عن العلامة أبي بكر بن أبي قاسم الأهدل، هذا صاحب نظم الفرائد البهية في القواعد الفقهية، قال: وما أفتى به من أن العام لا مذهب له معين تكاد أن تتعين الفتوى به في حق العوام في هذه الأزمنة. هذا في أيامهم في القرن الحادي عشر والثاني عشر. هذا العلامة أبو بكر الأهدل توفي في سنة 1038. قال: وما أفتى به من أن العام لا مذهب له معين تكاد أن تتعين الفتوى به في حق العوام في هذه الأزمنة، وإن كان عن المتأخرين المصحح من أنه يجب عليه، أي على العام، التزام مذهب معين، لكن من خبر يعني من تتبع، من نظر، تمام، من عرف، فمعنى خبر بمعنى عرف. قال: لكن من خبر حال العوام في هذا الزمان، سيما أهل البوادي الذين يسكنون في الصحاري بعيدا عن المدن بعيدا عن العلماء، سيما أهل البوادي منهم، جزم بأن تكليفهم التزام مذهب معين قريب من المستحيل. أحيانا تذهب إلى أناس أصلا ما يصلون،
ما يعرفون الصلاة، ما يعرفون الصوم، ما يعرفون، بعيدين كل البعد عن تعاليم الإسلام. مثل هؤلاء يستبعد، مستحيل أن تلزمهم بالتزام مثل معين، بالكاد أنك تعلمهم الواجب من العبادات الخمس، من الفرائض الخمس. فقال هنا: سيما أهل البوادي منهم جزم بأن تكليفهم التزام مذهب معين قريب من المستحيل، وبأن الفتوى ما أفتى به البدر الأهدل أنه لا مذهب للعام معين كالمتعين، وبأن الفتوى هذا اسمه أن، أين خبر أن؟ كالمتعين، أي الفتوى التي أفتى بها البدر الأهدل. بدر هو الإمام بدر الدين الحسين الأهدل، هذا الذي مر ذكره، أن الفتوى التي أفتى بها كالمتعينة، أي متعين العمل بها، تمام؟ فقال: وبأن الفتوى ما أفتى به البدر الأهدل أنه لا مذهب للعام معين كالمتعين، والله المستعان. وبالتالي لا مذهب له معين، يعني لا يلتزم مذهبا معين، فيبقى مذهبه مذهب العالم الذي أفتاه. فإذا سأل عالما فأفتاه العالم بفتوى فليلتزم فتوى ذلك العالم إن اتحد، فإن اختلف العالمان تخير كما تقدم تقريره. قال ابنه، ابن من؟ ابن العلامة سليمان بن يحيى الأهدل، عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل، وهذا من كبار الفقهاء والأصوليين، له شرح على الذريعة، ذريعة الأصول مطبوع، اسمه الحواشي الرفيعة شرع الذريعة، وله كتاب اسمه النفس اليماني بإجازة قضاة بني الشوكاني، موجود في الانترنت PDF، وله مؤلفات أخرى، واضح، من كبار العلماء في زمانه. انظر ماذا يقول: قال: نحن لقلة معرفتنا بالأصول والدليل وغير ذلك عوام. واضح ولا لا؟ واضح، الحمد لله. قال هنا، لا يحتاج إلى تعليق، قال: وفي فتاوى ابن حجر: الأصح أن العامية مخير بين تقليد من شاء ولو مفضولا عنده مع وجود الأفضل. هذا تقدم تقريره، أنه لا يشترط أن يكون الذي يقلد هو الأعلم الأفضل الأورع، بل لك أن تقلد المفضول مع وجود الأفضل. قال: ما لم يتتبع الرخص، هذا مر تقريره، بل وإن تتبعها على ما قاله عز الدين وغيره، عز الدين بن عبد السلام. وطبعا هذا الكلام أيضا تقدمت الإشارة إليه، أن تتبع الرخص ليس شرطا في صحة التقليد، وإنما هو شرط في درء الإثم. قال: لأن إن قلنا كل مجتهد مصيب وعليه جمع، وهذه مسألة تذكر في آخر أبواب الأصول، هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ المرجح المعتمد أن المصيب واحد، هنالك رأي يقول كل مجتهد في الفروع الفقهية مصيب. فقال: فذاك، أي إن قلنا كل مجتهد مصيب وعليه جمع فذاك، وإن قلنا المصيب واحد، المصيب واحد وهذا هو المعتمد، وغيره مأجور على اجتهاده وقصده الحق، قصده هذه بالجر معطوف على اجتهاده، تمام، وغيره مأجور على اجتهاده وقصده الحق، الحق مفعول به للمصدر وقصده الحق. قال: وهو المعتمد فذلك الواحد منهم، تمام، فيكفي اعتقاد العامي إذ يحتمل أن يصادف ذلك الحق. وأما ظن العامي، انتبه هذه مسألة مهمة، وأما ظن العامي أو قطعه فلا يتصور حقيقة، يعني لو قال العامي أنا أظن أن الراجح ما قال به فلان، كيف عرفت؟ كيف عرفت أن الراجح ما قال به فلان؟ من شكله، من صورته، من عمامته، من لحيته، كيف عرفت؟ لا يتصور أصلا أن العامي يقول لعل الراجح ما قاله فلان أو قاله فلان، ما يعرف أصلا المرجحات حتى يقول لعل الراجح هذا أو أظن أن الراجح هذا. من أين أتيت بهذا؟ رؤية منامية؟ إلهام حصل لك؟
فقال هنا: وأما ظن العام أو قطعه فلا يتصور حقيقة. فعلم أن من عبر بالظن أو القطع فيما مر أراد الصورة للحقيقة لاستحالة وجودهما، أي لاستحالة وجود الظن أو وجود القطع لغير المجتهد. هذا الظن والقطع عند المجتهد، أما العامي ما عنده لا ظن ولا قطع. واضح ولا لا؟ نعم. ثم قال: هذا كله الذي مر معنا منذ الصباح نقرأ، هذا كله كما علمت في الفروع الاجتهادية التي قيل كل مجتهد فيها مصيب، وإن كان الأصح أن المصيب فيها واحد. طيب إيش بقي؟ بقي الآن التقليد في أصول الدين، وتقدم أمس بعد المغرب الإشارة إلى الخلاف في هذا، الآن سيذكر هذه المسألة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: أما الأصول الاعتقادية الواجب على كل مكلف من ذكر وأنثى وجوبا عينيا معرفتها ولو بالدليل الإجمالي، فالتقليد فيها ممتنع، لأن كل من قلد في التوحيد لم يخل إيمانه عن التردد، وإن صح على المعتمد من خلاف شهير إيمان المقلد الجاز جسما قويا، بحيث لو رجع المقلد بفتح اللام لم يرجع المقلد بكسرها، فيكفي ذلك في الأحكام الدنيوية، ويناقض ويهم وتؤكل ذبيحته ويرثه المسلمون ويرثهم ويسهمونه ويدفن في مقابر المسلمين. وفي الأحكام الأخروية أيضا فلا يدخل في النار وإن دخلها، فمآله من النجاة والجنة، فهو مؤمن عاص بترك النظر، فإن لم يكن المقلد جازما لم يكفه التقليد فيكون كافرا. وقيل يكتفي بالتقليد مع العصيان مطلقا، أي سواء كان المقلد جازما أو لا، فقد حكى الهاملي اتفاق الأصحاب على اتفاق كفر المقلد، فإنه لا يعرف القول بعدم صحة إيمانه إلا لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة. وذكر ابن حجر عن بعضهم أنه أنكر وجوب المعرفة أصلا، وقال إنها حاصلة لأصل الفطرة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك قال أبو منصور الماتريدي: أجمع الأصحاب على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم وأنهم حصوا الجنة كما جاءت به الأخبار، وانعقد به الإجماع، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدره وحدوث ما سواه، وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين انتهى. ويؤيد ذلك قول بعض المحققين: وإنما يتصور التقليد ممن ينسأ بنحو قمة جبل، لأن غيره مستدل بوجود الصانع، وإن لم يحسن ترتيب الدليل على طريقة المتكلمين ولا الترجمة عنه انتهى. أحسنتم إلى هنا. هذه مسألة جديدة بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: أما الأصول الاعتقادية فالواجب فيها الواجب على كل أما الأصول الاعتقادية الواجب على كل مكلف من ذكر وأنثى وجوبا عينيا معرفتها ولو بالدليل الإجمالي، فالتقليد فيها ممتنع. ذكرت لكم أمس أن هذه المسألة فيها أربعة أقوال. قول الأول: من قال إن التقليد واجب، إن التقليد عفوا القول الأول من قال إن النظر واجب، أي النظر في البراهين والأدلة الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى وما يجب له من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، واجب أن ينظر كل إنسان في الأدلة والبراهين حتى يتوصل إلى تلك النتيجة. من لم ينظر حتى وإن قال أنا مؤمن لا يصح إيمانه، هذا الرأي الأول.
رأي الثاني رأي من يقول إن النظر في الأدلة واجب، فمن لم ينظر إيمانه صحيح إن كان جازما، لكنه يأثم على ترك النظر. فرق بين القول الأول والثاني. في القول الأول قالوا لا يصح الإيمان، في القول الثاني قالوا يصح وإن أثم على ترك النظر. فهم؟ طيب، رأي الثالث من قال إن النظر هذا ليس واجبا أصلا بل هو جائز، من شاء نظر ليستدل على وجود الخالق وما يجب له، من آمن جازما كفاه ذلك. واضح؟ هذا رأي الثالث. بناء على الرأي الثالث تارك النظر لا يكون آثما أصلا. رأي رابع من رأي من يقول إن النظر حرام. لماذا حرام؟ قال لأن من الناس من لو نظر في الأدلة ليستدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى ربما حصلت له شكوك وحيرة وتوهان، واضح؟ فيتشكك في إيمانه، يتزعزع إيمانه. إذن قال النظر حرام. كم صارت الأقوال هذه؟ 4 أقوال كلها مذكورة هنا. فقال هنا أما الأصول الاعتقادية الواجب على المكلف من ذكر وأنثى وجوبا عينيا معرفتها ولو بالدليل الإجمالي فالتقليد فيها ممتنع، لأن كل من قلد في التوحيد لم يخلو إيمانه عن التردد، وإن صح انتبه وإن صح على المعتمد من خلاف شهير، هذه جملة اعتراضية، على المعتمد من خلاف شهير، هذه جملة توضع بين شرطتين اعتراضية، تمام؟ وإن صح تقدير الكلام هكذا، وإن صح إيمان المقلد، فجملة على المعتمد من خلاف شهير اعتراضية. قال وإن صح على المعتمد من خلاف شهير إيمان المقلد الجازم جزما قويا. ما ضابط هذا الجزم القوي؟ قال ضابط هذا الجزم القوي أنه لو من قلده ارتد هذا لا يرتد لقوة جزمه، لو كان الذي قلده ارتد تراجع عن الإيمان هذا المقلد لا يتراجع لأن من قلده تراجع. فهمت؟ قال بحيث لو رجع المقلد بفتح اللام لم يرجع المقلد بكسرها، هذا ضابط الإيش؟ الجزم القوي. قال فيكفي ذلك، أي فيكفي ذلك الجزم، قال فيكفي ذلك أي الجزم في الأحكام الدنيوية، أي يكون مؤمنا بهذا لأنه وإن لم ينظر لكن عنده ماذا؟ جزم قوي. قال فيكفي ذلك في الأحكام الدنيوية فيناكح ويؤم أي يكون إماما وتؤكل ذبيحته ويرثه المسلمون ويرثهم ويسهم له أي في الغنيمة لأنه مسلم، في الغنيمة المسلم يعطى سهما في الغنيمة، لكن الذمي إذا قاتل مع المسلمين يعطى سهم؟ ماذا يعطى؟ الرضخ. ولذلك قال إيش؟ ويسهم له بناء على أنه إيش؟ مسلم، تمام؟ قال ويسهم له ويدفن في مقابر المسلمين، هذه في أحكام الدنيا يعامل معاملة المسلمين، جيد. وفي الأحكام الأخروية قال أيضا يعامل معاملة المسلمين، فلا يخلد في النار وإن دخلها فمآله إلى النجاة والجنة، فهو مؤمن عاص بترك النظر. إذن هذا الرأي الثاني، الذين قالوا ماذا؟ يصح إيمان المقلد لكنه يأثم لتركه النظر، هذا الرأي الثاني، وهو رأي قال به جماهير السلف والخلف، بل نقل عليه الإجماع كما سيأتي بعد قليل في كلام أبي منصور الماتريدي، تمام؟ قال هنا فهو مؤمن عاص بترك النظر، فإن لم يكن المقلد جازما لم يكفيه التقليد فيكون كافرا، إن لم يكن جازما، حتى هذا الذي ليس بجازم فيه خلاف، ولذلك قال وقيل تضعيف يكتفى بالتقليد مع العصيان مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان المقلد جازما
أو لم يكن جازما. فقد حكى الآمدي اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد، فإنه لا يعرف القول بعدم صحة إيمانه إلا لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة. ولذلك القول الأول الذي ذكرت لكم يقول إن النظر شرط في صحة الإيمان، هذا قول أبي هاشم الجبائي، هو الذي جعل النظر شرطا في صحة الإيمان. قول الجماهير النظر واجب لكن ليس شرطا في صحة الإيمان، فمن قلد تقليدا جازما صح إيمانه وإن كان يأثم على ترك النظر الواجب. هذا الرأي الثاني، تمام. قال: وذكر ابن حجر عن بعضهم أنه أنكر وجوب المعرفة أصلا. هذا الرأي رقم كم؟ ثالث. قال غير واجب أصلا، قد ذكرته لكم، قلت لكم الرأي الثالث من يقول إن المعرفة والنظر الذي هو مؤدٍ إلى المعرفة، لأن المعرفة نتيجة النظر، يقول إن هذه المعرفة ليست واجبة أصلا. قال: وقال إنها أي المعرفة حاصلة بأصل الفطرة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك قال أبو منصور الماتريدي: أجمع الأصحاب على أن العوام، هذا الإجماع الذي حكيته لكم قبل قليل في العقيدة السفارينية، يقول: وكل ما يطلب فيه الجزم، فمنع تقليد بذاك حتم، وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، فالمؤمنون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. نعم. قال هنا، قال: على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم وأنهم حشو الجنة كما جاءت به الأخبار وانعقد به الإجماع، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع، والمراد بالصانع الخالق عز وجل، والصانع يخبر به عن الله في القرآن الكريم: صنع الله، صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء في سورة النمل. قال: على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه، وإن عجزوا، أي العامة، وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين، العام لا يستطيع أن يبين الأدلة كما هي عادة المتكلمين في وجود الله، لكن هو جازم بوجود الله عز وجل، بوحدانية الله عز وجل إلى غير ذلك. قال: ويؤيد ذلك قول بعض المحققين: وإنما يتصور التقليد ممن ينشأ بنحو قلة جبل. قلة، قلة، هكذا في كل النسخ قلة، ومعناها في القواميس قلة الجبل، رأس الجبل، واضح، رأس الجبل. فهنا لا أدري يعني لماذا المحقق حولها من قلة إلى قمة، ثم قال في التعليق: تصحفت في الأصل إلى قلة. ما تصحفت، هو أصلا قلة جبل في القاموس، قمة جبل، رأس الجبل، ما تصحفت، لو رجعت القاموس ما في تصحيف، واضح. نعم. وحتى الفقهاء يذكرون هذا في مسألة فاقد الطهورين، يقول: ولو كان الرجل في قلة جبل فلم يجد ماء ولا ترابا فهو فاقد الطهورين، يقولون قلة جبل، واضح. على كل حال، قال: وإنما يتصور التقليد ممن ينشأ بنحو قلة جبل، لأن غيره، أي غير هذا الذي نشأ بعيدا عن العلماء، وهو من نشأ بين العلماء في المدن في القرى، قال: لأن غيره مستدل بوجود الصانع، وإنما لم يحسن ترتيب الدليل على طريقة المتكلمين ولا الترجمة عنهم، ربما لا يستطيع أن يعبر بالأدلة، لكن في اعتقاده جازم بوجود المولى سبحانه وتعالى، جازم بوحدانية الله سبحانه وتعالى، جازم بإثبات ما يليق لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. ثم بعد ذلك ذكر مسألة جديدة في الثلاثة الأسطر، هذه ثلاثة الأسطر فيها مسألة، ثم بعد ذلك مسألة أخرى في الأسطر الثلاثة، ذكر مسألة وهي: إذا أردت أن تقلد مذهبا هل يشترط التلفظ أو لا يشترط؟ يعني مثلا أنت شافعي المذهب
تريد أن تقلد مالكا رضي الله عنه في مسألة، هل تقول نويت أن أقلد الإمام مالك في هذه المسألة؟ هل يشترط التلفظ أو لا يشترط؟ هنا سيقول تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتقليد هو الأخذ والعمل بقول المجتهدين من غير معرفة دليله، فمتى استشعر العامل أن عمله موافق لقول إمامه فقد قلده، ولا يحتاج إلى التلفظ بالتقليد. واضح، ما يحتاج إلى شرح، ما يحتاج إلى تلفظ بالتقليد. فمتى تستشعر أن عملك يوافق مذهب ذلك الإمام فهذا هو التقليد، ولا يحتاج أن تتلفظ بذلك. نعم. المسألة التي بعدها وهي التي ختم بها هذا الفصل تتعلق بوجه كون اختلاف الأمة رحمة. بعض الناس يسأل كيف يكون اختلاف الأمة رحمة؟ تقدم معنا أمس أنه معنى كونه رحمة أنه إذا عسر عليك أن تأخذ بمذهب إمام فلك أن تأخذ بمذهب غيره، وبذلك تدفع الإثم عن نفسك وتصح عبادتك أو معاملتك. هذا وجه الرحمة. واضح؟ وجه الرحمة في الاختلاف أن في هذا فتح باب للأجور بين المجتهدين، فالمجتهدون يجتهدون، فمنهم من يصيب فله أجران ومن يخطئ فله أجر. هذا وجه الرحمة. إذن اختلاف الأمة رحمة، لا كما يقول بعضهم إذا كان اختلاف العلماء رحمة فإن اجتماعهم عذاب. من قال هذا؟ هذا قياس فاسد. نقول اتفاقهم رحمة أكبر، ما في مشكلة، وأيضا اختلافهم الخلاف السائغ فيه رحمة، هذا رحمة وهذا رحمة، ما المشكلة في هذا؟ واضح؟ فهذا قياس غير صحيح، قياس عكسي غير صحيح. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الخيرات الحساب بعدما نقل حديث اختلاف الأمة رحمة وصححه: فعليكم أن تعتقدوا أن اختلاف أئمة المسلمين أهل السنة والجماعة للفروع نعمة كبيرة ورحمة واسعة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه المعترضون الغافلون. وعليكم أن تحذروا من التعرض لمذهب أحد من الأئمة المجتهدين بالطعن والنقص، فإن رحومهم مسمومة وعادة الله في منتقصه معلومة. نعم. ومن تعرض لواحد منهم أو إلى مذهبه يهلك قريبا انتهى. نعم، أحسن، واضح هذا، أظنه لا يحتاج إلى تعليق. اقرأ ما بعده، الفوائد هذه. قال رحمه الله تعالى: فوائد. الأولى، قال في مطلب الأيقاظ: مراتب العلماء ست. الأولى مجتهد مستقل كالأربعة وأضرابهم. الثالث مطلق منتسب كالمجرم. الثالثة أصحاب الوجود كالغفار وأبي حامد. الرابعة مجتهد الفتوى كالرافعي النووي. الخامسة نقار في ترتيب ما اختلف فيه الشيطان كالإسلامي وأضرابي. السادسة حملة فقههم ومراتبهم مختلفة، فالأعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامسة. وقد نصوا على أن المراتب الأربعة الأول يجوز تقليدهم، وأما الأخيرتان فالإجماع الفعلي من زمنهم إلى الآن الأخذ بقولهم وترجيحاتهم في المنقول حسب المعروف في كتبهم انتهى. وفي هواش القليوب: إن قدر المجتهد على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى، وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه فهو مجتهد المذهب، أو على الاستنباط من الكتاب والسنة فهو المطلق انتهى. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: فوائد. الأولى، قال في مطلب الأيقاظ، هذا كتاب جميل في الحجم
مثل هذا الكتاب اسمه مطلب الأيقاظ في بيان جملة من غرر الألفاظ للعلامة عبد الله بن الحسين بلفقيه المتوفى في سنة 1266 مطبوع موجود PDF يناقش نفس القضايا نفس الموضوعات التي في كتاب العلامة السقاف مسائل التقليد والاجتهاد والتعريف بكتب الشافعية ومصطلحات الشافعية ونفس الحجم في هذا يعني بحجم هذا الكتاب فهو جدير أن تعيد قراءته بعد أن تدرس هذا الكتاب حتى تثبت المعلومات وتعلق ما لم يذكر في هذا الكتاب من الفوائد من هنا تعلقه هنا أو العكس هذا الكتاب كتاب نفيس ذكر في هذا الكتاب أن مراتب العلماء ست مراتب المرتبة الأولى مجتهد مستقل ما معنى مستقل؟ استقل بماذا؟ استقل بأصول هنالك أصول محل اتفاق الكتاب والسنة والإجماع والقياس هنالك أصول محل خلاف ذكرناها في الدرس الماضي واضح كعمل أهل المدينة كالاستصحاب كالاستحسان كالمصلحة المرسلة كقول الصحابي إلى غير ذلك فهذا مجتهد استقل بأصول كالأئمة الأربعة وأضرابهم كالسفيانين والليث والأوزاعي والثوري ويعني هذا من داود الظاهري وإسحاق وغيرهم تمام الثاني مطلق منتسب مجتهد مطلق منتسب كالمزني والبويطي الثالثة أصحاب الوجوه كالقفال وأبي حامد المرتبة الثانية والثالثة هنا فصلهما غيره يجعلهما رتبة واحدة واضح ويسمي الكل مجتهد مقيد ما معنى المجتهد المقيد؟ المجتهد المقيد هو الذي يستنبط إما من الكتاب والسنة وإما من أقوال إمامه لكن بقواعد إمامه فليست عنده أصول وقواعد يستقل بها بل هو يستعمل أصول إمامه وقواعد إمامه في الاستنباط إما من الكتاب والسنة وإما من نصوص إمامه واضح؟ وهؤلاء الذين يعبر عنهم في كتب الفقه كما سيأتي في الدروس القادمة أصحاب الوجوه أصحاب الوجوه يأتي إلى مسألة فيها نص الإمام ثم يجد مسألة أخرى تشبه تلك المسألة نص الإمام على حكم يخالف ذلك الحكم فيأخذ الحكم من هذه المسألة فيلحقه بالمسكوت فيها فيسمى هذا تخريجا أو يأتي إلى نصوص الإمام أو إلى نصوص الكتاب والسنة فيستنبط حكما لكن بقواعد الإمام الشافعي يسمى هذا تخريجا واضح؟ هذا مجتهد مقيد اسم يعمهم طيب المرتبة الرابعة بحسب كلامه الثالثة بحسب ما قررت لك مجتهد الفتوى ما معنى مجتهد الفتوى؟ مجتهد الفتوى هو الذي يعرف راجح المذهب من مرجوحه فيبين القول المفتى به في المذهب الذي يسمى بين قوسين معتمد المذهب فيقال معتمد الشافعية كذا ما معنى معتمد الشافعية؟ أي الراجح في المذهب الشافعي من أقوال إما للإمام أو من أوجه للأصحاب الراجح منها هو المعتمد من يبين هذا؟ يبين هذا مجتهد الفتوى الذي يعرف راجح المذهب من مرجوحه كيف يعرف؟ كيف يعرف أن هذا القول الإمام الشافعي هو المعتمد؟ إما أن يكون هذا القول هو المتأخر للإمام الشافعي فيكون ما قبله ليس معتمداً المتأخر والمعتمد واحد إما أن الإمام الشافعي له أقوال لا يعرف المتقدم منها والمتأخر فينظر ما هو القول الذي يتوافق مع أصول الشافعي وقواعده فيجعل ذلك القول الذي توافق مع أصول الشافعي وقواعده هو المعتمد إما أن يكون كل الأقوال الموجودة نفترض أنها ثلاثة أقوال تتوافق مع أصول الشافعي تتوافق مع قواعد الشافعي ولا يعرف المتقدم منها والمتأخر فينظر ما هو القول الذي جرى عليه أكثر الأصحاب فيجعله المعتمد إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى استقراء
في كلام الإمام الشافعي إلى استقراء في كلام الأصحاب حتى يقف على الرأي المعتمد. هذا العمل من الذي قام به؟ الرافعي والنووي. وسيأتي معنا أن النووي في حالة التعارض بينه وبين الرافعي مقدم. لماذا مقدم؟ سنذكره في موضعه إن شاء الله. هذه المرتبة رقم كم؟ 4 بحسب ترتيبه، بحسب ترتيبنا الثالثة. الخامسة مرتبة النظار. ينظرون النظار صيغة مبالغة من ناظر اسم فاعل، وناظر فاعل من نظر. ينظر في ماذا؟ النظار هؤلاء ينظرون في أقوال الرافعي وفي أقوال النووي. النووي أحيانا له مسألة يقول في كتاب المجموع كذا، ويقول في الروضة كذا، ويقول في منهاج كذا، ويقول في التحقيق كذا. لو الرافع له مسألة واحدة تتعدد أقواله في كتبه. واضح ولا لا؟ هؤلاء ينظرون في أقوال الشيخين، في أقوال الرافع والنووي، ويحاولون أن يعتمدوا رأيا من هذه الآراء حيث اختلفت أقوالهم. أيضا كيف يعتمدونها؟ بأصول المذهب، بأن الإمام النووي مثلا قال هذا متأخرا، بأن الإمام النووي قال في معظم كتبه كذا وفي كتاب واحد خالف، بأن الإمام النووي ذكر هذه المسألة في بابها فاعتمد كذا، وذكر هذه المسألة في غير بابها فاعتمد كذا، فما ذكر في بابه مقدم على ما ذكر في غير بابه. إذن عندهم قواعد، من خلال هذه القواعد ينظرون في كلام الشيخين الرافعي والنووي. هؤلاء يسمون ماذا؟ النظار. وربما استدركوا أحيانا، فيأتي واحد منهم يقول اعتمد الرافعي والنووي كذا، مع أن هذا الذي اعتمداه خلاف نص الشافعي. وحصل هذا كثير من الإسنوي، حصل هذا كثيرا من الإسنوي يعترض على الشيخين. واضح؟ فقال هنا نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان كالإسنوي وأضرابه. الإسنوي، السبكي، الزركشي، البلقيني، هؤلاء مرتبة النظار، وهم علماء القرن آخر السابع والثامن وأوائل التاسع، إلى قبل أن يأتي شيخ الإسلام زكريا. لأن ما بعد شيخ الإسلام زكريا بعد ذلك بدأت العناية التفصيلية بتقرير استقرار المذهب، باستقرار المذهب في شروح المنهاج المعروفة. قال هنا السادسة حملة الفقه، حملة الفقه، ومراتبهم مختلفة. فالأعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامسة، يعني من كان منهم في المرتبة الأعلى يلتحق بمرتبة النظار التي هي المرتبة الخامسة. ثم قال وقد نصوا على أن المراتب الأربع الأول، إيش هي؟ مجتهد المطلق، مجتهد المطلق المقيد الذي سماه، أصحاب الوجوه، مجتهد الفتوى، على تقسيمه الأربع هذه نص على أن هؤلاء أصحاب المراتب الأربع يجوز تقليدهم. جيد. طيب والمرتبة الخامسة والسادسة النظار وحملة الفقه؟ قال وأما الأخيرتان فالإجماع الفعلي من زمنهم إلى الآن الأخذ بقولهم وترجيحاتهم في المنقول، يعني في منقول المذهب فقط، في منقول المذهب، نعم، حسب المعروف في كتبهم. ثم ذكر لك قول قليوبي، العلامة قليوبي صاحب الحاشية المشهورة على شرح المحلي على المنهاج، له كلام جميل يبين الفرق بين المجتهد المطلق المستقل ومجتهد مقيد ومجتهد فتوى. فقال إن قدر المجتهد على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى، إن قدر على الترجيح بين أقوال إمامه بين أوجه الأصحاب، يرجح يبين هذا المعتمد هذا غير معتمد، واضح، دون الاستنباط فهذا يسمى إيش؟ مجتهد فتوى، وهو من؟ مثل من؟ الرافعي والنووي. جيد. مع ما ذكرت لك في الصباح أن مجتهد الفتوى هذا قد يستنبط أحيانا، وقرأنا كلام العلامة بن قاسم العبادي، لكن
الوظيفة العامة له الأصل فيه أنه لا يستنبط، وإنما يبين راجح المذهب بمرجوحه. قال: وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه فهو مجتهد المذهب، وإن قدر على الاستنباط إما من الكتاب والسنة وإما من نصوص الإمام، بإيش يستنبط؟ بماذا يستنبط؟ قال: من قواعد إمامه. من هنا سببية، من هنا بمعنى ب، أي بقواعد إمامه، من هنا سببية. قال: من قواعد إمامه فهو مجتهد المذهب، هذا مثل أصحاب الوجوه ومثل المزني. قال: أو قدر على الاستنباط من الكتاب والسنة، أي بأصول يستقل بها، فهو المجتهد المطلق. وهذا تقدم تقريره أظن مرارا حتى اتضحت صورته عندكم. ثم قال الفائدة الثانية: الخروج من الخلاف، هذه نتركها في بداية الدرس القادم. الحمد لله إلى الآن نمشي على ما خططت في الخطة. المقرر غدا أننا نكمل الفصل الثاني كله، يعني إلى صفحة 85، نحاول إن شاء الله أننا نصنع ذلك غدا، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.